في الدروس اللي فاتت اتكلمنا عن الموفي كليب وعن الباتن وعن الجرافيك، واللي احنا عملناه كل اللي احنا عملناه في الفترة اللي فاتت ان احنا ما استخدمناش غير نوع واحد بس من السيمبلز اللي هو الجرافيك، وقلنا ان الجرافيك الاقل في الاهمية. الترتيب في الاهمية بعديه الباتن. الباتن حاجة صغيرة وسهلة وبسيطة، بمجرد ما بتتعلمها ممكن تستخدمها بعد كده وممكن لا، بس بعد كده بتستعيد بكل حاجة انت عايز تعملها بالموفي كليب. الباتن ما هوش وحش وما هوش حلو، هو حالة يمكن توفر عليك شوية وقت. مفيش حد يعني اصل حاجة ممكن تعملها ان انت تربط باتن بإفكت او بسين تاني او بأكشن تاني او حاجة تاني. عموما عشان نتعلم الباتن لازم نعرف هي بتشتغل ازاي وبتتعمل ازاي. اول حاجة هنعملها ان احنا لو جبنا سيمبل عادي زي ده اللي هو على الكانفاس قدامي وزي العادي بتاعي، ان انا عملت F8 توست F8 يعني convert to simple، هيتظهر لي الويندو دي اللي هي convert to simple. المفروض ان انا اختار واحد من الثلاثة دول. جرافيك احنا شفنا هي بتعمل ايه، موفي كليب جربناها شوية واحنا بنعمل بليندينج مود وبنعمل الفلترز. الباتن لسه ما شفناهوش والموفي كليب لسه ما شرحناهاش بالتفصيل. تعال بقى نشرح الباتن بالتفصيل واحكي لك حكايته، يلا بينا. اول حاجة يعني اوريك الاول الباتن حكايته ايه. الملف ده انا لسه عامله من شوية، زي ما انت شايف فيه خمس دوائر، اربع دوائر ومستطيل تحت، تمام. كل اللي قدامك دول باتنز زراير، يعني زرار وظيفته زي اي زرار موجود في اي جهاز الكتروني، تلفزيون، كاسيت، كمبيوتر، whatever، زي الزرار بتاع الباور بتاعك بتاع الشات داون ويندوز. الباتن وظيفته ان هو يعمل تاسك معين. الباتنز كستراكشر لو هكليك على ده كده هتلاقي ان جواه اربع حالات. الاربع حالات دول اللي هما اب واوفر وهيت وداون وهيت. الحاله بتاعت هيت انت تقريبا ما بتشوفهاش لان هيت يبقى خلاص هو نفذ، يعني خلاص ذهب الى طريقه، راح ينفذ الميشن بتاعته وخلاص. لكن انت تقدر تشوف التلات حالات دول، ده مش معناه ان الحاله دي ما بتتبرمجش او مش هتعمل فيها افكت، ممكن تعمل فيها اللي انت عايزه بس مش هتشوفه. طيب انا عملت حاجه صغيره قوي ان انا غيرت الستيتس بتاعه الاربع حالات دول عشان نعرف الباتن بيشتغل ازاي. كده انا عملت كنترول وانتر بتست الموفي بتاعي. الباتن اللي تحت ده اللي هو المربع المستطيل الاخضر، لو انا جيت عديت فوقه كده هو بيقول لي ان انت اوفر، وهنلاقي ان الكرسر بتاعنا اتغير شكله لشكل الهاند معها الصبع كانه بيدوس على باتن. ولو عملت كليك هيقول لي انت داون، انا كده داون، يعني انا اتعمل لي بوش داون، تمام. زي ما انت شايف ان الحاله بتاعت الهيت ما بتحصلش لان هي خلاص، يعني هو بمجرد ما اعمل كده انا خلاص عملت هيت، تمام. دول الاربع حالات بتوع الباتن. في بقى اشكال تانية للحالات دي ازاي. اول حاجة اول تايب فيهم اللي هو الستاندرد. الستاندرد باتن عادي خالص ما فيهوش افكت، ما بيعملش اي افكت، بيشتغل كبروجرامبلي، يعني لما حدوث عليه هيعمل وظيفة، لكن هو نفسه ملوش فيجوال افكت. يعني لو هعدي عليه كده كل اللي بيحصل ان هو بيديني بيغير شكل الكرسر، ولما هكليك عليه هيروح ينفذ وظيفته فعلا وهو من غير ما يتغير. طيب في ستايل تاني اللي هو بتاع رول اوفر وداون. ده ستايل اضرب شوية، ان انا لما بعمل رول اوفر لونه بيتغير بيديني افكت زي ما انت شايف ان هو بيقلب الشادو بتاعه، تمام.
ولما بكليك عليه بيديني الحالة بتاع الداون اللي هي لونها ازرق زي ما انت شايف. نفس الحكاية هنا اهي حالة الداون، هو هنا عامل رول اوفر وداون تمام. في الحالة التالتة اللي هي رول اوفر، بس رول اوفر لما نعدي عليه تمام هغير شكله، لما نكليك عليه شكله مش هيتغير. دول الحاجات الستاندرد او اللي انت ممكن تشوفه بالنسبة للبطن. في حاجة تانية غالبا يمكن تستخدمها في نص شغل او زي ما بيقولوا ايه في اللحظة الاخيرة، لان انت عملت جرافيك وعملت سينز كويسة وعملت حاجات كويسة وعايز تحط حاجة انفيزيبل يعني مش متشافة فوق رسمة حلوة انت خايف تبوظها او خايف تعمل فيها حاجة، فعايز تعمل عملية تجميل اخيرة كده عشان تنط من سين لسين او تعمل اكزيت او تعمل اي حاجة عن طريق الباتن ده. الانفيزيبل باتن يعني باتن خفي. الباتن الخفي انا حطيت حواليه بس مربع لونه رصاصي عشان اقول لك ان في هنا جوه باتن خفي. تعالى كده نعدي عليه اوكي، عمل لنا الافكت بتاعه. الباتن الخفي اظرف وسيله ان انت تستخدمه، او يعني اظرف شكل ان انت تستخدمه بيه، ان انت تبقى عامل جرافيك والجرافيك نفسه مرسوم عليه الزراير، يعني الزراير نفسها مرسومه من ضمن الجرافيك، يعني من ضمن الباك جراوند بتاعت الجرافيك، وانت بتحط الانفيزبل باتن دي فوقه تمام، وبتبان كانها جزء من الجرافيك، يعني هي ما بتبانش لكن بتبان كانها جزء بروجرامبلي جوه جرافيك، رغم ان انت اشتغلت على جرافيك واحد. فانت ممكن تعرض الشغل بتاعك على ناس ما يعجبهمش الجرافيك لكن انت اشتعبت في البروجرامينج بتاعه، فممكن تشيل الصوره اللي ورا وتخلي الباتن زي ما هي وتغير الصوره وتبتدي تحط الانفيزبل باتنز بتاعتك وتجرب الافكت بتاعها من سين لسين. طيب الباتنز بقى بتتعمل ازاي؟ ده السؤال وده الجواب. الباتن اول حاجه زي ما اتفقنا قبل كده ان هي حاله من الثلاث حالات بتوع السيمبل، يعني لو جيت خدت عملت مستطيل كده تمام، وات ايفر هو شكله ايه ولونه ايه والفيل بتاعه والكلر بتاعه، واخدته وقلت له اف 8، اف 8 هيديني كونفيرتو سيمبل. كونفيرتو سيمبل هختار باتن اوكي. طيب في حاجه بقى احنا وقعنا فيها هنا، ايه هي او ايه المشكله؟ زي ما اتفقنا مفيش حاجه تتساب بكلمه سيمبل واحد، مفيش حاجه تتساب بسيمبل اتنين. لما تعمل حاجه غير اسمها لحاجه ريليتيف ليها تمام. ماشي ده تيستينج باتن ماشي اوكي. تمام المفروض كمان احط هنا اندرسكور تمام. وخليك فاكر ان بي او تي دي اللي انا عاملها اختصار لكلمه باتن، لان انا مش هكتب باتن كل شويه، لا انا هكتب بي او تي، ولما هاجي اعمل موفي كليب هكتب ام سي، يعني هكتب مثلا تيست اندرسكور ام سي تمام، او ام سي اندرسكور تيست عشان اقول ان ده موفي كليب تمام. قول له اوكي. اوكي بقى عندنا باتن تاني اسمه تيست اندرسكور بي او تي تمام. لو عملت كليك جواه هيديني الاربع حالات اللي انا كنت فرجتك عليهم قبل كده، بس هيبقوا فاضيين عشان احط كل واحد فيهم، احط له حاله او اغير الكالر بتاعه، ده هو واخد كده كي فريم تمام. لو انا عملت اف 6 واف 6 واف 6 يبقى انا كده حطيت لكل حاله من الاربع حالات كي فريم. طيب الكي فريم ده تمام انا هغيره شويه عشان اميزه عشان تعرف ايه اللي بيحصل بالظبط تمام. هعمل جوه دايره وشيل الدايره تمام، وارجع على الكي فريم ده تمام. زي ما انت شايف ان الدايره اختفت لان الكي فريم ده هو هي جواه، والكي فريم ده لا هي مش جواه. هحط هنا مستطيل تمام، اجي اكليك عليه من جوه اشيلها
تمام. والكي فريم ده هحط جواه مستطيل بس الناحية التانية، تمام، واكليك عليها واغير لونها، تمام. والحالة اللي هي اب هسيبها زي ما هي، تمام. هرجع لسين واحد تاني، انا كده برمجت الباتن بتاعي او زي ما بيقولوا حطيت الستيت بتاعت الباتن بتاعي، وهدوس كنترول وانتر وشوف ايه اللي يحصل. كنترول وانتر كده انا بتست الموفي بتاعي. تعالى نشوف ايه اللي هيحصل للموفي بتاعنا لما نعدي عليه. اوكي اداني حالة الاوفر، تمام. اوكي نكليك عليه نشوف حالة الداون، ادي حالة الداون. حالة الهيت مش موجودة وهو رجع كده لان انا فوقه، تمام. اداني حالة الاوفر، تمام. اوكي لو احنا فاكرين ان احنا عملنا واحدة كمان اللي هي الدايرة، طب الدايرة فين؟ اللي هي هيت، قلت لك ان الهيت ما بيبانش لان الهيت خلاص هو راح ينفذ اللي وراه، تمام. اشوفك الدرس الجاي.